كورونا هذه ربي يعفو علينا على كل حال، راهي مدة شهرين ولا 3 شهور اللي رحنا ما خدمناهاش، واليوم رانا استرجعنا نبدأ بإذن الله رانا نخدمو. هذه المحل هذا راهو كما نقولو حنا يعرفوه الناس من 74 سنة من يعرفوه، 74 سنة من يعرفوه. هذه هي ويجيونا ناس، يجيونا من بسكرة، يجيونا من تبسة، يجيو يعيطوا بارتو، يعيطوا من جلفة، من قسنطينة، نعطي العلم هذوك في رمضان يجيو هنا. وش نقول لك، الله يبارك ما شاء الله. السر المهلة يعني هذا راهو من جد جد، من جدي، من جدي البابا لخويا كبير، وجات انت حافظنا على سر الشهرة هذا الى يومي هذا. كما المحل هذا راهو قديم بزاف، والرود هذا اصلا ثاني قديم بزاف. المحل هذا سي حليم هذا مول فين نشريو عليه بوزلوف من وقت باباه، كان قبلو باباه عمي صالح الله يذكره بالخير. وراك تشوف طبيعة الحال قفلوا علينا كورونا هذه، ما كليناش بوزلوف، والحمد لله دروك هذا وين عاودوا حلوه، انا جينا باش نعاودوا نشريو بوزلوف، وان شاء الله تعاود ترجع الحياه كيما نقولوا لطبيعتها كيما كانت. داين لي بلاك، داين لي الورق البرا باللي المشتري اليوم يبتعد على بعضه انت، داين كيما نقولوا حنا انت كل شيء رانا نبيعوا فيه اون بوردي، جميع النظافه انت، فما قال السلطات الولائيه رانا نطبقوا فيها.